أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما حكم التضاحك مع الكفار والبشاشة في وجوههم؟ لا يجوز هذا إذا كان هذا صادرا عن محبة، إذا كان يبش في وجوههم ويضحك في وجوههم صادر عن صداقة ومحبة هذا لا يجوز. أما إن كان مصانعة فالأمر أخف، لكنه محرم أيضا لكنه أخف. نعم.